هذا اللي خلينا اليوم احنا نلمه في تقريبا في كل الصور والفيديوهات يعني اللي تم توثيقها. جمع الملف كامل، ملف كامل باش تقدموا به للكاف. اي هذا 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 تو قاعد يحضر ان شاء الله، على خاطر فما اي حق كما قلت لك معناها هذه نمثل تونس احنا اليوم ويهمنا درابو تونس، دونك اي اذا عندنا حق يلزمنا ندافعوا عليه ونحاولوا باش ناخذوه، ما فماش كلام. هذا هذا يلزمني نقوله. زغرتي زغرتي وطيابة زغرتي التوانسة هما ولاش فيهم شوية النفس. يلا هاد التوانسة عامن هادي للصحراء ديالكم باش تهضروا عليها، الصحراء اللي داتكم فرنسا وزادتها الولاية ديالها اللي سماتها الجزائر، وهادي غريبة هادي التوانسة غادي يريقلوا ملف وملف قوي بالأدلة بالفيديوهات وغادي يدفعوه للكاف باش يردوا الاعتبار للفريق ديالهم. ما عندي مازالكم باش توقفوا قدام ولات الأمر ديالكم والناس اللي ولاو كيسيروكم، راه ما عندي مازالكم صراحة. فين تحطوا هاد الملف هذا؟ فين؟ في الكاف. إيوا شوفوا مع القجع، شوفوا مع عمي القجع، أجوا طلبوا زوقوا وبوسوا ليه راسو طلبوا ورغبوا وما يكون على خير ان شاء الله. راه عمي القجع راه ما يدوزكمش، خصكم عاد تكونوا رجال وترجلوا، راه مرحبا. عمي القجع زعما يوقف معكم ويرجلكم الاعتبار ديالو. انا بعدا كنحييكم على هذا الموقف هذا، عام ملي كتوجدوا ملف وتحطوه للكاف وخرجتوا فضحتوا هذا المساخيط هذو، ما عندي مازالكم الا بديتوا كترجلوا بديتوا كديروا شويه النفس. ان شاء الله عام من هذه الصحراء ديالكم ثاني تهضروا عليها، ما يمكنش ارضكم سامحنا فيها صاحبي. هي دات لكم فرنسا غصبا ولكن ما خصكمش تسمحوا بها. العالم كيعرف بان فرنسا دات الصحراء الشرقيه ديال المغرب واللي ان شاء الله والله ما نتزاقلوا عليها، دات من مالي، دات من النيجر، دات من ليبيا، اش منكم. ايوا ترجلوا هضروا على ارضكم اسي. فبرافو للتوانسه، فتحوا لي الاساليب الخبيثه اللي داروا معاهم، وانت كتسمع دوك الاساليب كتبقى غير ساهي. واش هاد الناس كانوا في مباراه ديال كره القدم ولا كانوا في شي زريبه اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها؟ وهم كياكدوا بانهم كيوجدوا ملف قوي اللي غادي يحطوه للكاف باش يرجعوا الاعتبار لهم وللفريق ديالهم. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. من بعد البروتوكول كي تلقى انت روحك تلعب في ملعب اللي هو ملعب فرعي لنيلسون مانديلا اللي هو ملعب الحقيقه ما يجيش ملعب، تلقى انه المدرب والاطار الطبي لهنا اكثر خوفهم على الملاعبيه اللي يضربوا اكثر من انهم باش يقوموا بالحصه التدريبيه. طلبنا بتغيير الملعب هذايا، انه المفروض تكون حصه نموذجيه والاخيره قبل المقابله تكون في حصه في في في, في مكان المقابله، يعني في الملعب الرئيسي. للاسف ما تمش تمكيننا من ذلك. في الدخول احنا متفقين هنا وهذا في الاجتماع الفني انه عندنا 30 دقيقه معناها من المفروض يخرج الحافلة نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري تخرج مع الستة وربع باش توصل في توقيتها السبعة غير ربع. نلقاو رواحنا اللي احنا ساعة ونص في الطريق، نلقاو رواحنا نصف ساعة في الحافلة الجماهير، معناها تصور انتم في امبوتياج، جماهير المولدية على اليمين وعلى اليسار، كل شيء تراه من قوارير من رمي مقذوفات من حجارة من كلام بذيء من كل شيء. كي تعرفوا الجماهير شنو تنجم تعمل قبل المقابله بالنسبه للملاعبيه، الملاعبيه اللي كانوا دي كونتراكتي الحقيقه وحاضرين المقابله يلقاو رواحهم يدخلوا، تصور انت نص ساعه وهما جماهير المولديه على اليمين وعلى اليسار، راهو وضعيه كارثيه. لهنا من المفروض انه دخول كما تعرفوا احنا ما فماش كلام معناها بالنسبه للحافلات، حفلات اللاعبين ديما الطريق يكون مفتوح. للاسف معناها وضعيه ما نحكي لكمش بالنسبه للجماهير، زاد بالنسبه للدخول تفتيش غير عادي صار بالنسبه للجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري. مش مشكل هذا كل نجمو نفوتو، لكن انك تجي تقول له راهو وخر يلزمك بالقانون يلزمك توخر المقابله خاطر اني وصلت قبل ماخر ومش اني سبب، يعني عندك جهه منظمه من المفروض نروح لكم يسير دو ماتش يبدا يهدد ويقول لي يلزمكم تلعبوا المقابله نتاعكم في الوقت نتاعها واعطيني في دو ماتش وتو يلزمنا نلعبوا. هذا اللي خلى ممكن يدخل على اعصابهم بالنسبه للاعبين ولا الاداره الفنيه، ولو انه الاداره الفنيه حاول الحقيقه باش نكونوا واضحين انه ياكد على الملاعبيه انهم دقيقة معناها يحضروا رواحهم باش يلعبوا المقابلة في وقتها، معناها حاولوا ما يحسوش انه فما اشكال باش تبدا الامور بنظمة. يعني ليزي انك اولا ملعب التمارين ما تاخذش ملعب اللي تنجم تترين فيه، ليزي انك توصل مخر، ليزي انه ما ينجمش يوخر لك المقابلة، ليزي انه المضايقات اللي موجودة والسب والشتم في الطريق وغيره، يعني بالنسبة حالة كارثية باش نجم نضغط هذه قبل المقابلة. راهو قبل ما ندخلوا للمقابلة، بالك توصل للمقابلة بداية المقابلة، من اللي بدات المقابلة راهو شتى انواع المقذوفات ولا الشماريخ والالعاب الناريه موجوده. معناها تصور انت احمد سليمان يلعب بجنب الالعاب الناريه، والاشكال وين؟ وقت اللي تسكر احمد سليمان خذ ورقه صفراء، يعني حتى باش
يوقف والا ما ينجمش يكمل يخاف لا ياخذ ورقه حمراء معناها اللاعب. وهذا هو وهذا اشكال بالنسبه للاعبين. راهو كي ترى الحكم طريقه التصرف نتاعو من ناحيه الاوراق الصفراء ممكن انتم حكيتوا لهنا على انه ممكن تشنجوا ليه، راهو كي تجي تشوف الاوراق الصفراء اللي تعطات راهو بطريقه مجانيه. ممكن فما فرات سلطاني هذيك اللي جبدوا من الميون انا نجم نفهمها ملقيه ليه. هذا خلى انك ترى وقت اللي بدات المقابله جمال نحب نقول لك انه الوضعيه ريت اللي تتفرج فيه في 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 الميدان برا الميدان راهو حرب. النجم نقول حرب بين الدرك والجماهير الجماهير الجزائريه معناها انك ترى في اشياء معناها تصور انت كراسي مكسره ويرميوا على بعضهم وتسمع زادة انه فما شكون توفى من الجماهير الجزائريه. يعني كيفاش باش تكون الوضعيه في وسط الميدان معناها انه حتى اللاعبين يكونوا حتى ولو مركزين 100% وقت اللي يراو الوضعيه هذيك وقت اللي يراو انه المدارج تتكسر وقت اللي يراو انه الحرب موجوده بين درك كيفاش باش تكون الوضعيه بخلاف المقذوفات اللي قلت لك قاعده تترمى معناها بخلاف الاستفزاز اللي ما نحكيوش عليه ما بين الجماهير التونسيه والجماهير ما عادش نحكي على جماهير الاتحاد نحكي على جماهير التونسيه ومثل كره القدم التونسيه اليوم على خاطر نحكيو على درابو نحكيو على اخوه بينهم وبين الجماهير الجزائريه تقريبا فما الجماهير الجزائريه والهلال مشكله في التنظيم زاد خاطر كلها مشاكل تنظيميه هيك تجي تشوف مشكله في التنظيم انه حطوا جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري فوقهم وتحت منهم الجماهير المولديه اوتوماتيكمون باش يصير استفزاز للاسف معناها هذا سوء تنظيم زاد كيف نحكي لك على المدارس شنو صاير فيها والمقذوفات اللي قاعدين معناها اللاعبين يعيشوا في وضعيه الناس ماهيش تلعب في كوره ماهيش تحكي على كوره. مين الكريموجين اللي هبط على التيران وشفنا الفيديو قدامنا شكون المصدر نتاعو؟ باش نكمل لك باش نوصل بيك الغادي معناها احنا هذا راهو نحكي لك على الشوط الاول معناها كي دخلوا للشوط الاول بين الشوطين فما اعتداءات ومحاولات الاعتداء على احمد سليمان ومحاولات الاعتداء زاد كثير معناها هذا في وسط بين الشوطين. من بعد كي دخلوا في في في, في الشوط الثاني وقتها زادت الامور معناها كبرت ولينا نراو في شماريخ نراو في ضرب غير عادي ما بين الجماهير. هو لي مومبل كريموجين اكيد جايين من 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 الدرك ما نصور جايين من من الجماهير لكن انت تبدا في وسط الميدان ترى في الشيء هذاك كيفاش تكون الوضعيه نتاعك ترى في لي مومبل كريموجين موجودين انك يعني تحاول تسوق حتى اللاعبين راهو اونت بارونتيز معناها كان تفرجوا في الفيديو راهو اللاعبين خرجوا ما عادش ينجموا يتنفسوا وقت اللي بعد البيلانتي بالضبط خرجوا الحكم فرض عليهم يكملوا شو بالضبط بالطبيعه الحكم هيكم ريتو انتم الحكم راهو الحكم على ركبه ونص الحكم للاسف معناها ما ينجمش يتنفس ورغم هذا هز الكوره ومشى للبوان بيناتي حب يكمل وقلت لك راهو بعد البيناتي بالضبط وقت اللي شدها احمد سليمان اللاعبين تاع الاتحاد المنسير خرجوا قبل ما يظفر هو على خاطر ما عادش ينجموا يلعبوا خرجوا هما في الخروج هو ظفر معناها باش يختم المقابله على خاطر حتى الوقت الاضافي ماهوش ما تمش حسبان هيك ريتو حتى بالنسبه للاربيتر معناها في سونس واحد معناها ماشي الاوراق الصفراء اللي تم هنا تقديمها للاتحاد الرياضي المنسير راهو معناها مجانيه تقريبا معناها اليوم هل انه فما موقف ولا خطوه من الاتحاد المنسيري في هذا شو خلينا طبعا هو 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 اليوم راهو شوف نحكيو على صوره تونس ما عادش نحكيو على صوره الاتحاد الرياضي المنسيري نحكيو على صوره البلاد اليوم احنا علاقاتنا علاقات كبيره بين بين تونس والجزائر راهو الكوره المفروض تقرب وما تبعدش اللي صار ما عنده حتى علاقه بالكوره لذا فما اتصالات اولا الحقيقه مشكورين وزاره الاشراف وزاده الجامعه التونسيه لكره القدم اللي في اتصالات اليوم تقريبا مع رئيس النادي الكتابه العامه قاعده تخدم على زوج ملفات ملف الاول باش تقدم مباشره للكاف والريكلاماسيون زاد كيف اللي باش تتقدم في ظرف 48 ساعه حسب القانون على اللي صار في الميدان واللي من المفروض كان الحكم يوقف المقابله باللي ريناه باللي مومبلا كريموجين وغيره خاطر ما عادش نحكيو على كوره ما عادش نحكيو على اللي صار تقريبا الملف اللي قاعده تحضر فيه الكتابه العامه مشكوره كل من مروه سخيري زاد كيف السيد امير حيدم الهدف منه انه نلموا على خاطر فما معلومه زاد لازمني نقولها لك زاد ويد الناس تفهمها انه في كل الميدان راهو تقريبا قبل بنص ساعه من بدايه المقابله اول حاجه يمنع عليك التصوير خارج الميدان ما حابين نوريو حتى الكار كيفاش الظروف نتاعها ما يخليكش تصور، ثاني حاجة يقص الانترنت ويقص الكونيكسيون باش أنت لا تنجم تتصل ولا تنجم زادة تبعث صور وإلا توري الوضعية اللي موجودة في وسط الميدان، معناها غريب الوضع، تصور أنت ما تنجمش تصور، هذا اللي خلينا اليوم احنا نلموا في تقريبا في كل الصور والفيديوهات يعني اللي تم توثيقها. جمع الملف كامل ملف كامل باش تقدموا به للكاف.
اي هذا 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 توقع يحضر ان شاء الله على خاطر فما اي حق كما قلت لك معناها هذه نمثلوا تونس احنا اليوم ويهمنا درابو تونس دونك اي اذا عندنا حق يلزمنا ندافعوا عليه ونحاولوا باش ناخذوه ما فماش كلام هذا هذا يلزمني نقول ناخذ رايك استفيق زابو بسرعه اذا ملف قابل للتطور تو من بعد ناخذوا معنا زاد زميلنا ذاكر الزرافي شنو رايك؟ ولكن نشوف يا جمال هذا يعني واحد من الناس عشت 2007 قلت لي رحنا مشينا للتزوز وعشنا نفس الوضعيه اللي عاشها الاتحاد المونستيري كوبي كولي ولكن هاو باقي نفس الشيء ما تعذوش المفروض ياخذوا على العبره من الشيء هذا والكاف على الاقل نهار اللي تضرب الكاف مره فريق تو الناس الكل تضرب اما مادام تو الخطيه مش تجي معروف ان خطايا مش تجي خطيه والفريق مش يتاهل اما الى متى مش نقعدوا هكا معناها الواحد شنو يمشي يهز معاه 20 كارد كور يأمن روحه من هنا يهز معاه من المفروض انه المراقبين نعرفوهم كيفاش يجيو فانا الظروف ونعرفوا الاجواء كي تبدا تلعب في ميدانك كيفاش تصير المعاملات فهذا الكل لو الاتحاد المونستيري يمكن تقول لي بون مستيري والجماعه اللي فيه معاه الكل عندهم الخبره الكافيه نعرفوهم مشاو قبل وسافروا ولكن الجو هذا اللي عاشوه كله كان محضر ما كانش سيناريو خاطر عارفين اليوم على ارضيه الميدان صعب المباراه وشفناها الاتحاد المونستيري قعد يمكن 80 دقيقه هو صامت هاك العشر دقائق هاك اللي جا فيهم الهدف الاول وبعد جاء الهدف الثاني وقتها انا ايزون تو باردو وهذاك السيناريو كان محضر شفت معناها الاجواء وان شاء الله ان شاء الله ينصفهم الكاف تنصفهم معناتها النورمالمون متعودين خاطر الاتحاد المونستيري سبق له لعب في الصيف لكن ما تعرضش للمعامله هذه كانت معامله حسنه وحسنه جدا هذاك علاش تفاجئ الاتحاد المونستيري بالشيء اللي شافوه من صار يختلفوا راهو من مكان لمكان من جماهير لجماهير من جماهير لجماهير ما هو الاتحاد المونستيري يلعب مع الصين ربما كان التصور بتاعه الناس كل باش يكونوا بنفس العقليه ونفس الاتحاد لا سيدي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم التعليقات الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب